فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي ليس عنده صبر ليس عنده دين. الصبر هو رأس الدين، فدين بلا صبر كجسم بلا رأس، لا بد من الصبر. والإنسان في هذه الحياة معرض للأخطار، معرض للتعب، معرض للآفات، عليه أن يصبر ويتحمل حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. لأن الذي يعمل الصالحات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله يتعب، يحتاج إلى صبر، يصبر على التعب. الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى من قبل الناس ويهددونه ويتناولونه ويعيرونه، لكن يصبر، يحبس نفسه ويستمر. الذي ليس عنده صبر لا يستطيع أن يستمر على العمل، لا يستطيع أن يدعو إلى الله، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يستطيع أن يعلم الناس الخير، يحتاج إلى صبر، يصبر، يحمل نفسه، يحبس نفسه عن الجزع.